النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير للجميع، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية الاعتيادية بالتأثير في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة استمرت حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في أغلب مناطق المملكة، ما إلى الدفء في مناطق منخفضة، تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية، أو قبل ذلك بخرائط توزيع درجات الحرارة الملتقطة خلال ساعات نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة باستعراضنا هذه الخرائط، حيث تبقى المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية التي تجعل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال ساعات نهار يوم الاثنين، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة. خلال ساعة الليل تصبح الأجواء من لطيفة إلى مائلة البرودة في المناطق الساحلية والجبلية ومعتدلة في باقي المناطق. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 20 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 21، الرطوبة 87%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية، تنخفض يوم الثلاثاء تسجل 29 درجة مئوية، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة مع 18 درجة مئوية كحرارة دنيا، أما العظمى تسجل 29 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا كالعادة مع المفرق 33 درجة مئوية، أما الصغرى 21، إربد 32 إلى 22، نفس الحرارة والأجواء في جرش، أما عجلون 30 إلى 20 درجة مئوية. نذهب الآن نحو المنطقة الوسطى، نبدأ بالزرقاء 33 إلى 22، البلقاء 31 إلى 21، عمان نفس الأجواء ونفس الحرارات ونفس الأجواء والحرارات أيضا تقريبا في مأدبة، أما البحر الميت أجواء حارة مع 38 إلى 30 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك 31 إلى 20 درجة مئوية مع أجواء صافية، نفس الحرارات والأجواء في الطفيلة، معان 34 إلى 22، الشوبك 28 إلى 18، والعقبة 41 إلى 29 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، نبدأها بالأزرق 37 إلى 23 مع أجواء صافية، الصفاوي 36 إلى 22، ورويش 36 إلى 24 درجة مئوية مع أجواء صافية بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.